إذن ننتقل إلى السيدة لينا قنوع محللة الأسواق العالمية في إيكويتي جروب معنا من دبي. لينا أسعد الله أوقاتك. دعينا نتحدث عن ارتفاع مؤشرات الأسهم مستفيدة بطبيعة الحال من ما جرى في جاكسون هول، تصريحات جيروم باول المعتدلة إلى حد كبير. كيف تقرأين المستجدات في تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومستقبل الفائدة؟ أهلا بك الطيب. بالنسبة لتصريحات جيروم باول التي كانت في آخر تصريحات له في جاكسون هول كانت أقل حدة مما توقعه المتداولين، لم يذكر توقيت لبدء تقليص برنامج شراء الأصول، يعني توقيت كان حذر ربما يكون في نهاية العام، ربما هذا تقليص برنامج شراء الأصول سوف يتم أما في سبتمبر أو أكتوبر أو على ديسمبر إذا كانت بيانات الوظائف الأمريكية، البيانات التي سوف تظهر خلال هذا الشهر في أغسطس ستكون إيجابية، فسوف يبدأ بتقليص برنامج شراء الأصول. إن لم تكن إيجابية سوف يمتد هذا التقليص لديسمبر، فبالتالي سياسة مرنة لم يحدد توقيت لرفع أسعار الفائدة أو سيؤجل رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى عام 2022، فبالتالي يعني هناك ما زالت سياسات البنوك وبنك الصين الذي يضخ يعني سيولة أسبوعية وهي الأعلى منذ 7 أشهر، فبالتالي جميع البنوك تتجه إلى تلك السياسات التحفيزية، وبالتالي وصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستويات قياسية للإس أند بي 500 مثلا عند 4500 نقطة، جميع المؤشرات عم تحقق، وأيضا أسهم الأسواق الآسيوية مرتفعة أسوة بما بالارتفاعات التي حصلت في أسواق الأسهم الأمريكية. فالفوكس الآن على البيانات التي سوف تظهر منها سواء من الولايات المتحدة الأمريكية وبيانات الوظائف الأمريكية، التركيز عليه الذي سوف يظهر يوم الجمعة، وقطاع الصناعة التحويلية يوم الأربعاء، ومؤشر ثقة المستهلكين يوم الثلاثاء. نعم لينا، دعينا ننتقل إلى أسعار النفط التي شهدت ارتفاعات لافتة الأسبوع الماضي، عادت وقلصت من حدة هذه الارتفاعات الآن، يعني هل هي ارتفاعات تقترن بما حدث من إعصار آيدا الذي يضرب السواحل الأمريكية ويؤثر على منصات النفط، وهل هي مرشحة للاستمرار؟ بالفعل يعني العاصفة أيضا التي عصفت بساحل المكسيك أوقفت المنشآت النفطية بما يقارب 96% من النفط، يعني 1.74 مليون، فبالتالي هذا يعتبر هذا الارتفاعات التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي نتيجة هذه العاصفة يعتبر محفز مؤقت، وعزا عن ذلك يعني هذه التراجعات التي شهدناها هذا اليوم ربما بعد الارتفاعات القوية التي شهدناها خلال الأسبوع، نحن نتحدث عن WTI وبرنت بارتفاعات تقريبا ب10 و11%. أيضا إذا تحدثنا عن المتحور دلتا رغم الإصابات المرتفعة لكن الرقم ليس مقلقا، وإلى الآن الإغلاقات الاقتصادية في بعض الدول يعني الإغلاقات الجزئية والشاملة يعني هناك تخفيف من تلك الإغلاقات لا يعني لا نستطيع مقارنتها أو ربما يعني لن يتكرر السيناريو الذي حصل في عام 2020 من إغلاقات اقتصادية شاملة أو حتى بالربع الأول من عام 2021 التي قامت بها الدول الأوروبية. وأيضا إذا لاحظنا عن القراءات في مخزونات النفط الخام حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هناك تراجعات تقريبا، نحن نتحدث عن 3.2 مليون برميل يوميا ترقب لاجتماع أوبك بلس، ونحن نعلم أنه هناك كان رفع تدريجي ل400,000 برميل في ظل السلالة المتحورة دلتا، هل هنا سيكون تغيير في الرفع التدريجي للإنتاج؟ فأتوقع أن يكون هناك تذبذب لأسعار النفط سوف نشاهدها خلال الفترة القادمة بين الارتفاع والانخفاض، لكن هناك ميل ربما سوف يطرأ على الارتفاع نتيجة توقعات بتعافي الطلب العالمي، وخاصة أنه يعني لاحظنا أنه هناك بالفعل يعني دليل على تعافي الاقتصاد وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. لا ننسى أنه
يعني لنا نتيجة هذا التعافي يعني ربما يتحسن الطلب العالمي على النفط، وخاصة أنه بعد توقف نموه في شهر يوليو بسبب حسب ما قالته وكالة الطاقة الدولية نتيجة انتشار متحور دلتا، فلا أستبعد بعض التذبذب لأسعار النفط في الفترة القادمة بين الارتفاع والانخفاض. نعم، خاصة وأن رويترز يعني أعلنت للتو أن أوبيك بلس ربما ستقوم بتمديد زيادة الإنتاج في اجتماعات الأربعاء المقبلة، وهذا متوقع. صحيح. دعينا لينا نذهب لمؤشر الدولار الذي تراجع أمام تصريحات جيروم باول. يعني إذن في ظل كل ذلك، ما هي المؤثرات في حركة الدولار هذا الأسبوع؟ بالنسبة للدولار الأمريكي كما ذكرت الطيب يعني تأثر بشكل كبير نتيجة تصريحات جيروم باول الذي تحدث من خلالها أن التضخم عابر ومؤقت، وأنه يعني يترقب بيانات التوظيف، هذا هدفه الأساسي النظر إلى بيانات التوظيف أن تتم بشكل كامل وأن تظهر نمو قوي. نحن نعلم أنه الاقتصاد الأمريكي حقق إيجابية لبيانات الناتج المحلي، نتحدث عن 6.6% في الربع الثاني مقارنة بالتوقعات التي كان أو مقارب الربع الأول 6.3%. الأنظار كما ذكرنا على البيانات التي سوف تظهر أين سوف يتحرك الدولار الأمريكي، سواء بيانات طاقة المستهلكين يوم الثلاثاء، القطاع الصناعة التحويلية يوم الأربعاء الجمعة، والخميس بيانات إعانة البطالة الأسبوعية، والجمعة بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية. بالفعل إذا كانت كل هذه البيانات سوف إيجابية سوف تدفع مؤشر الدولار الأمريكي نحو الارتفاع، لأنه سوف نرى تقليص لبرنامج شراء الأصول في الفترة القادمة. أما إذا كانت البيانات سلبية فربما سيكون هناك ضعف للدولار الأمريكي، فسوف تسبب مزيد من الضعف للدولار الأمريكي، وبالتالي سوف تستفيد بعض السلع الأخرى مثل الذهب من لو كانت البيانات سلبية سوف تستفيد من تلك البيانات، لو كانت إيجابية سوف نشاهد قوة الدولار الأمريكي على غير الذهب سوف يحقق بعض الضعف. نعم، لينا دعينا نتحدث عن الإعصار أيضا الذي حذر جو بايدن من أن أثاره ربما ستكون يعني أكثر دمارا كما صرح، لكنهم أكد استعدادهم للتصدي لها. هل ثم التأثيرات أيضا على مسارات الاقتصاد الأمريكي في هذه الأثناء؟ نعم طيب، يعني ربما جميع الأثارات التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية من ساندي هارفي وجميع الأثارات كانت حققت يعني أثرت على الاقتصاد، لكن لم تظهر برأيي إلى الآن ربما التأثيرات التي سوف تظهر من تلك الإعصارات. نعم، شكرا جزيلا لك لينا قنوع محللة الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا لوجودك معنا، كنت معنا من دبي.